نيجي بقى للجديد. ما هو انا كل ما اقرر ان انا اسكت كابتن عصام يخليني، انا النهارده كانت بدايتي ان انا كنت هطلع اتكلم عن الدعم والمسانده وكذا وكذا ونادي الاهلي ويوم الاثنين وماتشه. فاعمل ايه طيب؟ لو حد عنده الكلام اللي انا بقوله ده هيطلع يقوله ولا لا؟ لكن الكابتن عصام عبد الفتاح النهارده انا قاعد بشوف الاخبار وبقرا الاخبار، لقيت الكابتن عصام عبد الفتاح منصور على منشور على لسانه في موقع القاهره 24، في موقع ايه؟ القاهره 24، بانه لسه مش عارف هيكون في فار ولا لا في ماتش ايه؟ الاهلي وبيراميدز في كاس مصر. وبالمناسبه لو ينفع يا شباب تجيبوا لي الصحفي الشاب اللي كتب هذا الامر عشان اتاكد منه، او اسالوه يعني لو مش عايز يعمل مداخله برضه اسالوه، قولوا له هل الكابتن عصام قال، احنا على فكره عارفين ان الكابتن عصام قال هذا الكلام. لكن لو ينفع تجيبوه هاتوه. وبعد شويه تصريح تاني الكابتن عصام بيقول حاجه تانيه عكس اللي قاله اولاني. بس ده على يلا كوره. بيقول انا ما قلتش الكلام ده. طب انا اصدق مين؟ اصدق كابتن عصام عبد الفتاح في القاهرة 24 ولا صدق تصريح الكابتن عصام في يلا كورة؟ بالمناسبة يعني الاثنين اخواتنا واصدقائنا وما عندناش اي مشكلة سواء مع هنا او هنا، لكن انا بتكلم بشكل عام. وبعدين تصريح عكس، يعني تصريح وعكسه الموضوع وعكسه، مع انه يعني الكابتن عصام بالمناسبة بيصرح للقاهره 24 تحديدا ويلا كره تحديدا بيصرح لهم بحاجات كتيره جدا خلال الفتره اللي فاتت. اشمعنى دلوقتي؟ وليه الصبح قلت كذا وبعد الظهر قلت لا؟ حاجه غريبه جدا 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 جدا. الواحد بيشوفها وفي نفس الوقت مش عارف يقول ايه. مش عارف يقول ايه.